العامة لمجلس النواب قال وحذر من انه هناك بعض المراكز بتتولى تدريب النواب، وقال ان هناك بعض مراكز التدريب اخذت النواب في التجمعات السياحية لتدريبهم على كيفية رفض الموازنة ومهاجمة السياسة العامة للدولة، مضيفا ان هذا منهج معروف في كيفية اسقاط المؤسسة. وقال رئيس البرلمان ان بعض النواب ذهبوا للتدريب بقصد تطوير مهاراتهم، وبعضهم اكتشف الأمر ولم يذهب، في حين أن البعض خضع وسافر. وقال إنه هذه المراكز مدعومة من أماكن معينة، وإنه البرلمان سيتعامل مع كل حالة سيثبت سفرها. ينضم إلي الأستاذ مصطفى بكري، عضو مجلس النواب. أهلا بحضرتك أستاذ مصطفى. وبداية، لإصرار دكتور علي عبد العال رئيس المجلس على عدم سفر النواب للحصول على دورات تدريبية؟ يعني بالقطع، عندما يشتم رئيس المجلس ومن خلال التقارير التي تصل إليه بأن هناك من يتعمد احتواء بعض النواب أو دفع بعض النواب إلى دورات وندوات مثيرة للشبهات، من حقه أن ينزعج ومن حقه أن يطالب بأن يتم ذلك عبر المجلس. اللائحة الداخلية تقول ذلك. وفي نفس الوقت الحقيقة هذه هي المرة الأولى، أنا كنت قبل ذلك نائبا لدورتين سابقتين، تلك هي المرة الأولى التي نجد فيها هذه الهجمة من مراكز دولية وإقليمية ومحلية على المجلس، تارة بغرض التدريب، تارة بغرض التواصل، تارة بغرض الدعوات لحضور مؤتمرات سواء في الداخل أو الخارج. وللأسف فإن كثيرا مما يقال في هذه الدعوات أو في هذه الندوات ومحاولة الربط بين بعض العناصر المسيسة وبين عدد من النواب، طبعا ده أمر يثير الانزعاج. طبعا نحن ندرك تماما كما قال الدكتور علي عبعال أن نوابنا وطنيون، ولكن حقيقة ما يحدث أمر يثير علامات الاستفهام. ومن حقنا كمجلس أن تكون لنا قواعد تنظيمية في سفر الناس وإلى أين وغير ذلك.